بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة يقول راجي عفو ربي سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثى للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفى مع طراف الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم باب التجويد وأخذ باب صفات الحروف صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل
walittafashshinu dan istatil babut tajwid wal akhdhu bit tajwidi hatsmul lazimu man lam yusahhih al qurana athimu li annahu bihi al ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatu tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifakkihi babun fi dhikri ba'di tambihat faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafdhil alifi wa hamza alhamdu a'udhu ihdina Allahu Allahu thumma la manillahi lana wal yatalaqqaf wa'ala Allahi walad والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرس على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا wa iyyakun fil waqfi kana abyana wa haa hasa ahqul haqqu wa sina mustaqimi yasqu babu ra'at wa raqqiq ra'at wa raqqiq ظنا كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظره والغيظ للرعد وهود قاصره والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين من الخلاف سامي وإن تلاقيا البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم واضطر ومع وعضت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى
وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغ في اللام ورى لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا باب معرف باب المد والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول واعرف لمقطوع وموصول وتى في المصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلن تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نهق طعوا مما ملك روم النساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا لنعام والمفتوح يدعون معا لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف لنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتم اشتهت يبلوا معا ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف
في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبره لعراف روم هود كاف البقره نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كل أولا فال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم الخاتمة وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي مواله تمت المنظومة والحمد لله رب العالمين. Cepat ya. الأسماء غير اللام كسرها وفي
ibnim ma'abnatim ri'i wasnaini wa mra'ati wasmim ma'athnataini babul waqfi ala awakhiril kalim wa hadhiril waqfa bikullin harf wa ashim isharatan bil dhammi fi raf'i wa dhamm al khatimah wa qad taqadda nadhmi al muqaddimah minni liqari'il qurani taqadimah abyatuha qafu wa zayun fil adad man yuhsini tajwida yadhfaru bir rashad walhamdulillahi laha khitamu thumma assalatu ba'du wassalamu ala nabiyyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walihi tammatil mawdhumah walhamdulillahi rabbil alamin. هنا بالتو من تسميع المنظومة الجزرية لجميع الطالبات الدفعة الأولى لطالبات مدرسة الميدان الإسلامية، فقد قرأت جميع الطالبات متن الجزرية من البداية من المقدمة حتى الخاتمة، ما شاء الله قراءة متميزة متقنة، فتح الله عليهن جميعا وزادهن الله من علمه وفضله. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.